الخوف من أشياء معينة أو ما يعرف بالفوبيا هو قاسم مشترك بين جميع البشر على اختلاف أشكالهم وجنسياتهم وثقافتهم، حتى أن عديد من نجوم بوليوود يعانون من ذلك. تعرفوا على الأشياء الغريبة التي ترعب نجوم بوليوود وتدفعهم للهرب وفي بعض الأحيان إلى الإغماء. وقبل عرض التفاصيل لا تنسوا دعمي بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركوني برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وإليكم التفاصيل. نجمة بوليوود عاليا بهات التي تعد من أصغر نجوم بوليوود، فقد صرحت سابقا للإعلام أنها تخاف كثيرا من الظلام، ودائما ما تترك النوافذ مفتوحة والأضواء خافتة، فالظلام بالنسبة لها شيء لن تستطيع تقبله في حياتها، وهذا راجع بالأساس إلى شخصيتها الواضحة والمليئة بالحياة. نجمة بوليوود بيباشا باسو تبدو فوبيا بيباشا غريبة جدا، إذ قالت في إحدى لقاءاتها الصحفية أنها لا تخاف من أي شيء، ولكن في بعض الأحيان ترعبها ضحكتها وتجعلها تشعر بالخوف. نجم بوليوود أرجون كابور، بالرغم من الأدوار القوية التي يلعبها أرجون على الشاشة الكبيرة، إلا أنه في الحياة الواقعية يختلف الأمر تماما. فأرجون كابور يخاف من مروحة السقف، وقد اعترف بذلك في أكثر من مناسبة. كما يقال أن أرجون يفضل تحمل الحرارة المفرطة على أن يشغل المروحة. نجمة بوليوود أنوشكا شارما تخاف أنوشكا من ركوب الدراجات، ووفقا لصحيفة ميداي أن أنوشكا شارما فقدت أعصابها أثناء تصوير مشهد في فيلم ماتروك بيجلي ماندولا، إذ طلب منها أن تركب الدراجة. وعلى الرغم من أن نجم بوليوود عمران خان تكلف بقيادة الدراجة وطمأنها، إلا أن أنوشكا ظلت مذعورة لوقت طويل. نجم بوليوود شاروخان، على الرغم من حصوله على لقب ملك بوليوود، إلا أنه يخاف من ركوب الخيل، إذ كانت لشاروخان تجربة سيئة مع الحصان أثناء تصويره لفيلم كاران أرجون، إذ ركض به الحصان وهو يعتليه بشكل جنوني ولم يستطع إيقافه، ومنذ ذلك الحين لم يركب شاروخان حصانا لفيلم أو غيره. نجمة بوليوود سونام كابور، أكثر شيء يرعب سونام هي المصاعد، إذ تفضل الصعود على السلالم بدل المصاعد. كما حاولت شقيقتها مساعدتها على تجاوز الخوف، إذ أجبرت سونام على ركوب المصعد صعودا وهبوطا بفندق مكون من 55 طابق. ويقال أن سونام بعد هذه التجربة تدهورت حالتها الصحية لأزيد من أسبوع. نجمة بوليوود كاترينا كيف، الملقبة بجميلة بوليوود، فكاترينا تخاف من الطماطم، أليس هذا شيء مضحك؟ فوفقا للتقارير فإن كاترينا رفضت إعلانات تجارية عن صلصة الطماطم تقدر بحوالي ملايين الدولارات، وهذا بسبب خوفها من الطماطم. كما تفاقمت هذه الفوبيا بعد تصويرها لفيلم زيندجي في مشهد متعلق بمهرجان الطماطم. كما صرحت سابقا أن سبب خوضها لمغامرة تصوير مهرجان الطماطم هو محاولة تغلبها على خوفها منها، لكن التجربة باءت بالفشل، بل أصبحت تخاف أكثر من قبل. نجمة
نجمة بوليوود كانغان رانوت الملقبة بالملكة الشجاعة. على الرغم من أنها تتوفر على رخصة السياقة، إلا أن شجاعتها تتجمد بمجرد جلوسها وراء عجلة القيادة. ووفقا لصحيفة ميداي، قالت كانغان أنها تشعر بالخوف عندما تحاول قيادة السيارة، مما أدى ذلك إلى تكسير عدد من السيارات بسبب الاصطدامات المتكررة. نجمة بوليوود فيديا بالان. فأكثر شيء يرعب فيديا بالان هي القطط. اتصرحت سابقا للصحف الهندية أنها بمجرد رؤيتها للقطط تفقد تركيزها وتشعر بانقطاع التنفس. نجم بوليوود فارون دافان، بالرغم من أدواره الجريئة والمليئة بالأكشن والإثارة، إلا أنه يخشى كثيرا الأماكن العالية، كما صرح سابقا أن هناك العديد من المشاهد المتعلقة بالقفز من الأماكن العالية لم يستطع تصويرها، الشيء الذي دفع المخرج إلى الاستعانة بأشخاص للقيام بهذه المشاهد. نجم بوليوود أبهشيك باتشان. فهذا النجم خوفه فريد من نوعه، إذ يخشى الفواكه كثيرا، كما اعترف في أكثر من مقابلة أنه لم يتناول ولو فاكهة واحدة منذ طفولته، لدرجة أنه لا يستطيع لمسها أو رؤيتها. نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون. فخوف ديبيكا يبدو طبيعيا للغاية، إذ تخشى الثعابين والزواحف بصفة عامة، وهذا ما يخافه الكثير من الناس. نجم بوليوود رامبير كابور. يخاف رامبير من الحشرات الصغيرة مثل الصراصير والعناكب، وقد اعترف بذلك في أكثر من مناسبة. اتصرح أنه لا يستطيع تحمل هذه الكائنات في أي مكان يتواجد فيه. وأنتم ما رأيكم في هذه الحقائق؟ هل تشاركون نجوم بوليوود في إحدى مخاوفهم؟ شاركوني برأيكم في خانة التعليقات. क्या सिमिलैरिटीज देखती हैं या फिर क्या डिफरेंसेस देखती हैं और वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सिमिलैरिटीज काफी है कि दोनों सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं और दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल है. अलग बस यही होगा कि एक के साथ मैं गली बॉय कर रही हूँ, एक के साथ मैं ब्रह्मास्त्र कर रही हूँ. एक थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, एक थोड़ा कम. Okay, and we are taking the last question from this gentleman here. You have couple of good questions out for. Couple. Two more. एक चूज.